طيبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدي متابعي قناة المدى الفضائية في كل مكان، نحييكم ونحن نجدد لقاءنا بكم عبر حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي المدى استاديوم. محور حلقة هذا اليوم سيخصص للحديث عن الدورات التدريبية الآسيوية والمعايير والأسس المطلوبة لهذه الدورات التدريبية، وأيضا عملية تطوير المدربين وسبل الارتقاء بها وأمور أخرى تتعلق بالعملية التدريبية. مثل ما تعلمون أن الدورات التدريبية مستمرة، وأيضا الآن يمكن دورة تدريبية في أتسي في محافظة أربيل تقام، ويعني إن شاء الله نكون مع ضيوف هذه الحلقة قادرين بتقديم مادة تلائم هذا الموضوع. عموما تعالوا معي لنرحب بضيفي هذه الحلقة، وهما كل من الكابتن عبد اللطيف كاظم. مساء الخير وأهلا وسهلا بك كابتن. أهلا بك كابتن وجميع مشاهدي قناة المدى الفضائية. شكرا جزيلا لك. أيضا رحبوا معي بالدكتور أسعد لازم، عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة. مساء الخير واهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير عليك دكتور موفق، وتحية للكابتن عبد اللطيف، وتحية لكل كادر قناة المدى ان شاء الله. شكرا جزيلا لكما مشاهدينا الكرام. فاصل ثم نبدأ البرنامج. اولى فقرات البرنامج وكالمعتاد فقرات صورة وخبر، تعالوا معي لنتابع. وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطاني يؤكد أن الوزارة نجحت في الإيفاء بكافة تعهداتها والتزاماتها للرياضيين الأبطال الرواد المشمولين بقانون المناح بالرغم من ضعف الموارد المالية. الاتحاد العراقي لكرة القدم يوضح أن مؤشرات جلسة الاستماع بمحكمة كاس بشأن الملعب المحايد لمباراة العراق والسعودية ضمن تصفيات مونديال روسيا تصب بمصلحة اتحاد الكرة. مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم راضي شنيشل يبين أن المباراة المقبلة ضد الإمارات والتي ستقام لحساب الدور الخامس من تصفيات كأس العالم مهمة جدا، والفوز بنقاطها يفتح باب الأمل للمنافسة على بطاقة التأهل. منتخب ناشئة العراق بكرة القدم يتلقى دعوة شفهية من شركة أمريكية لغرض ترتيب مواجهة ودية بين منتخب الناشئين ونظيره الأمريكي مطلع العام المقبل. نادي السماوة يتعادل مع ضيفه نادي الحسين بهدف واحد لكل منهما في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري الكرة العراقي الممتاز. فريق الميناء يستهل مشاركته في بطولة حسام الدين الحريري لكرة السلة بالخسارة أمام فريق الرياض اللبناني بفارق 28 نقطة. الاتحاد العراقي للجمناستيك يوضح أن اللاعب شهد خالد ستنتظم معسكر تدريبي خارجي يقام في العاصمة الأردنية عمان خلال المدة من 10 ولغاية 16 من شهر كانون الأول المقبل. أخيرا رئيس الاتحاد العراقي للتجديف عبد السلام خلف يؤكد أن تأشيرة الدخول حرمت منتخب العراق باللعبة من المشاركة في منافسات بطولة آسيا لفئة الشباب في تايلاند. أيضا أولى متابعاتنا، هذا اليوم أقيم مؤتمر فني لبطولة تنشيطية نسوية بكرة القدم تشارك فيها 4 فرق. كاميرا البرنامج كانت حاضرة وخرجت لكم بهذه اللقطات واللقاءات.
البطولة هي أربع فرق، البلادي والقوى الجوية وفريق كلية التربية الرياضية الجادرية ونادي الشباب. أربع فرق حتلعب نظام يعني مجموعة الواحدة، حيتم المباريات فيما بينهم، من المؤمل أنه يوم الخميس إن شاء الله افتتاح على ملعب المركز الوطني بالوزارة. حيتم حفل افتتاح مبسط وبنفس الوقت استعراض للفرق وإقامة مباريات على مدار يعني ثلاث أيام، خميس وجمعة وسبت. من المؤمل أنه ممكن المباراة النهائية تكون حفل مثل كرنفال أو مهرجان، لأن يتزامن ويفتتح قاعة للمرأة خاصة، يعني باعتبار أن البطولة النسوية وقاعة للمرأة كاملة كافة المعدات، فترة يعني أشهر عملت عليها الوزارة، فراح يتزامن ويا هذا الهاي، بس هي تبقى أنه هي تجمع نسوي. احنا من نجاح الرياضة النسوية يعني بعد التأخر الحاصل بالعراق بالرياضة النسوية، فنحاول نفعل الرياضة النسوية عن طريق مساعدة اللاعبات والمدربين المشرفين عليهم. الحمد لله إن شاء الله باكرة خير للرياضة النسوية، ويعني الإنجاز ما يتحقق بسهولة، ما أعتقد أن الإنجاز يتحقق بيوم وليلة، بالأخص نادي بلادي نعتمد على لاعبات شباب في سبيل نعدل للمستقبل يعني خلال سنتين أو ثلاثة. الرياضة النسوية مهملة إلى حد بعيد، ما تكاد تكون معدومة عدد دوري اللي ننتظره، يعني قبل سنتين احنا ننتظر دوري والدوري كان كلش فاشل بنسبة 20% تقريبا، يعني نجاحها 20%، فإحنا فرحانين وسعداء بهذا التجمع. أيضا ضمن متابعتنا، منتخب الرماية للرجال والنساء سيشارك في بطولة آسيا نهاية العام الحالي. زميلنا هشام التقى رئيس الاتحاد زاهد نوري وتحدث له عن هذه المشاركة. بداية الشهر 11 إن شاء الله إحنا عند بطولة القطر، بطولة أندية القطر للشباب والناشئين رجال ونساء، وعلى هاي البطولة راح إنه اللاعبين المؤهلين راح يشاركون بطولة آسيا بإيران من 3/12 إلى 9/12. إحنا معولين مشاركاتنا على اللاعبين الناشئين، أغلب توجهاتنا هسه إنه على اللاعبين الناشئين واللاعبات الناشئات. الأرقام اللي موجودة عندهم أرقام مفرحة، تقريبا إنه حتى أغلب أرقامهم يعني هي على حتى على المتقدمين، يعني انه انا المفرح عندي انه اللاعبين الناشئين هم اللي حققوا الارقام القياسيه، وخاصه فئه النساء عندي شابات ممكن انه نشتغلوا وياهم، ممكن انه يعني خلقوا لنا فد امل او خلونا انه نتامل انه ممكن انه يتطورون، بس انه انت تعرف العائق الرئيسي عنده هو الادوات، يعني الميادين مالتنا مو ميادين حال باقي البلدان. احنا بعدنا بالبكره والكنديره والعالم قاعد ترمي على الالكتروني، فلذلك الرومات مالتنا لما ما يجون يكون مشاركه خارجيه يتغير عندهم الوضع. ايضا اتحاد العاب القوى ينظم العام القادم ان شاء الله ماراثون بغداد الدولي بنسخته الثانيه. الامين المالي لاتحاد العاب القوى زيدون الخفاجي تحدث عن هذا الامر، تعالوا معي للمتابعه. الحدث الذي سيكون الأهم في بداية العام القادم والذي نستعد له منذ الآن هو إقامة النسخة الثانية لماراثون بغداد الدولي الذي سيكون بإذن الله تعالى تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، كون أن هذا الحدث هو الأهم والأبرز في هذه السنة عام 2016، ويكون الأهم والأبرز عام 2017 تحت شعار بغداد المحبة والسلام، لغرض إيصال رسالة إلى جميع دول العالم بأن العراق ما زال بخير، العراق والعراقيين يحبون السلام، يرغبون في العيش لسلطان بقية دول العالم الأخرى. آخر متابعتنا مع رئيس اتحاد الجوجستو والكوراش للحديث عن أبرز إنجازات هذا الاتحاد العام الحالي. هذا عام عامل إنجازات للاتحاد العراقي المركزي للجوجستو والسامبو والكوراش، ابتداء من بطولة غرب آسيا حققنا المركز الأول فرقيا في عمان الأردن هذا العام بداية شهر 3، وثم بطولة آسيا اللي حدث في سريلانكا حققنا بها ذهبية وفضية وبرونزيتين بمشاركة أربع لاعبين، بعدها كللناها بدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بحضور الكابتن رائد حمودي ورئيس البحثة الكابتن حيدر الجميلي ومشاركة اتحادات الجوجيتسو والسامبو والكوراش والموايتاي وأيضا اتحاد كرة السلة في فيتنام طبعا في جزيرة دانانغ.
دورة الألعاب الآسيوية من الدورات المهمة التي تقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي كل سنتين، وحقيقة هذه الدورة حققنا بها إنجاز نفتخر به والأولمبية تفتخر به، وأيضا مثل ما قال الكابتن رائد حمودي سيد رئيس الأولمبية قال أنه هذا إنجاز يضاف إلى إنجازات الجوجيتسو، ورأينا بأم عيننا كيف حقق الأبطال الذهب ورفعت راية الله أكبر في سماء دانانغ فيتنام، والنشيد الوطني عزف وبحضور طبعا السيد رئيس الأولمبية ورئيس البحث الكابتن حيدر الجميلي. حقيقة حققنا بها وسام ذهبي وفضية، وسام فضي وبرونزيتين. بعد هذه المتابعات القصيرة ندخل في تفاصيل موضوعنا عبر التقرير اللي أعد محمد الخفاج. تواصل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة إقامة الدورات التدريبية بمختلف محافظات العراق ولمختلف الدرجات وبإشراف محاضرين آسيويين ذوي سير ذاتية كبيرة. جيوش من المدربين يتخرجون حاملين شهادات تدريبية دون أن يجدوا مساحة كافية للعمل وتطبيق مكتسبات الدورات التدريبية التي يتخرجون منها وإخراج طاقاتهم الكامنة، الأمر الذي قد يغيب عن حسابات اللجنة الفنية. اختيار العناصر الداخلة إلى هذه الدورات التدريبية قد يفتقد إلى الأسس والمعايير الحقيقية التي وضعها الاتحاد الآسيوي، والكثير من المختصين وأصحاب الشأن شكك بطريقة قبول بعض المشاركين، ما يجعلنا نتساءل أين دور اللجنة الفنية كونها المسؤول الأول عن ملف الدورات التدريبية. دور قد يكون قاصرا ذلك الذي يقوم به اتحاد الكرة ولجنته الفنية بشأن المدربين المتسلحين بشهادات الدورات الآسيوية، فلم نجد تثمينا للجهود التي تبذل من قبل المدربين المتميزين بنهاية تلك الدورات، ولم نرى أثرا للمعايشات التدريبية التي يجب أن تكون تعزيزا لدور المدرب علميا وعمليا، إذ لم تتمكن اللجنة الفنية واتحاد الكرة من توفيرها، لا سيما المدربين الحاصلين على الشهادة الآسيوية، أي نستثني بعضهم الذي اعتمد على قدراته الذاتية للدخول فيها وتطوير قابلياته الفنية والعلمية. ويبقى التساؤل مطروحا عن جدوى هذه الدورات، إذا ما علمنا أن أغلب المتخرجين منها لا يعملون ميدانيا ولا يمتلكون فرقا ليدربوها. لبرنامج المدى ستاديوم، محمد الخفاجي. إذن بعد هذا التقرير أعود لأحيي ضيفي مرة أخرى، الدكتور أسعد والكابتن عبد اللطيف. أبدأ مع دكتور أسعد، يمكن التقرير فرش أرضية بسيطة عن اللجنة الفنية، دورها في اتحاد الكرة، فهل يقتصر عمل اللجنة الفنية على إقامة الدورات فقط؟ أمور أخرى هذه راح نتعرف من خلالك عليها، لكن النقطة الأبرز في هذا الأمر هو ما يتعلق بالدورات التدريبية والمشاركين فيها اللي راح نتحدث بالتفاصيل عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كابتن، موضوع الدورات التدريبية، يعني احنا كنا في وقت سابق وخاصة يعني بعد التغيير اللي حدث بالعراق محرومين ثلاثة محرومين وهذا تبعاته، ولهذا شوف صارت عندنا دورات متراكمة بشكل غير طبيعي، ولهذا ما تقدر يعني تضعهم بالمكان المناسب وخاصة المدربين. احنا يحتاج لنا من أشركنا المدربين وفتحنا باب مع الاتحاد الآسيوي، وهذا جهد يعني جهد كبير من اللجنة الفنية والإخوان في اتحاد كرة القدم، جعلنا أن نأمن الدورات، وفعلا يعني كان هناك تعاون من قبل الاتحاد الآسيوي، وضعنا آلية لاختيار من هو يستحق أن يكون هو مشارك في الدورة، وعلى ضوء التصنيف اللي موجود هناك دورات السي والبي والاي، إضافة إلى الدورة إحنا اللي نقيمها الدير قبل ما تكون اللي حتى هي إن هي المشارك راح يدخل إلى السي وهو يعني متطلع على الدورة، آلية الدورة، برنامج الدورة، ولهذا رغم اختصار الزمن 5 أيام لكن عندما يدخل للدورة راح يتعرف على الفرشة الكاملة لهذه الدورة ونموذج الدورة. وفعلا كان يعني الإخوان المحاضرين اللي موجودين في العراق وأيضا اللي ساهموا محاضرين آسيويين من دول الجوار أعطوا فدفعة قوية للمشاركين، وهناك شاهدنا أيضا يعني تفاعل بين المشاركين، لأن طالما هناك رغبة للمدربين فالمدرب اللي لديه رغبة بالمشاركة فأكيد راح يتفاعل وياك ويقدم. هذه الدورات اللي أقيمت في بغداد وفي كافة المحافظات
تقريبا صارت فد نقلة نوعية، لكن هناك بعض الملاحظات قد أنت تحمل يعني بعض الملاحظات كثير يعني والإشارة والإعلام وكل الفنيين. نعم، لأن عملية كيف توظيف ذول المدربين، هناك فروقات فردية بين المشاركين، من يأتي بك مثلا خريج ابتدائية ومن يحمل شهادة الدكتوراه، من الماجستير أكو خريج إعدادية، تقبل المعلومات. فهنا يضعك في تساؤلات كثيرة. بعدين تصنيف المدربين، يجب أن يكون هناك تصنيف، هذا راح نجي عليه بالتفاصيل. نعم، هذا من المقترحات. هاي هو سبقنا حتى هذا التصنيف كابتن يعني دكتور موفق، التصنيف لابد احنا نروح باتجاه قاعدة البيانات. نعم، نضع المدربين ونصنفهم. واحدة من المقترحات اللي ضعتها في يعني دورة عبد الخالق مسعود هذا حاليا كاتحاد كرة القدم، يعني جلسنا كلجنة فنية، واحدة من المقترحات اللي قدمتها وقدمت نموذج لنوعية يعني المدرب يملي استمارة، وين المحطات اللي كلاعب وين محطات كدرب حتى على ضوها يكون عملية التصنيف. لكن المشكلة موجودة، يمكن يشاطرني الرأي بها كابتن عبد اللطيف، المشكلة موجودة تملي الاستمارة، لكن واقع الحال يشير إلى أنه كثير من الموجودين في الدورات التدريبية غير مؤهلين للدخول فيها على وفق المعايير والأسس وحتى على وفق الاستمارة. احنا دا نتساءل لماذا، يعني هل هو هذا الـ 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 يعني الفقر في الدورات التدريبية سابقا وحرماننا من عدها جعل يعني المدربين نهمين بهذه الدرجة لدخولها؟ كابتن عبد اللطيف، كثير من الأمور نعرف انه الدورات التدريبية فرصة حقيقية لتطوير المدرب، لكنه أي مدرب؟ المدرب العامل، المدرب الفاعل في الوسط الكروي. ما تفضلت به دكتور وما تفضل به الدكتور العزيز بخصوص الدورات التدريبية ووضع العراق وما عشناه في خلال الفترة ما بعد 2003 إلى الآن. في السابق كنا طبعا من ندخل دورة محلية نخضع إلى اختبار. الله يرحمه الأستاذ سامر محسن، في أحد الاختبارات موجود بكلية التربية الرياضية، انت ناديك رشحك تدخل لدوره معينه محليه. نعم، اللي نعتبرها اوليه. نعم، فانت ضمن مواصفات معينه تدخلها كلاعب ومعروف ولك خلفيه نوعا ما بالتدريب، مشتغل قبل ما تدخل الدوره، انت مشتغل نوعا ما مساعد او مشتغل يعني مشتغل بالتدريب. نعم، فمن يختبرك ويقابلك. نعم، ضمن مواصفات اكو فشل واكو نجاح. نعم، فأني حضرت أحد الدورات اللي بالـ86 على ما أعتقد، أحد الدورات المحلية، كنا داخلين دورة عند دوبلر وعند دكتور تراب الألماني دورتين، فقالوا لازم تاخذون محلية لأن أنتم ما أخذتوا ماخذين دولية أولمبية. هو أصلا ما كانت أكو تصنيف سي وبي بس أكو تصنيف كان للمدربين. نعم، باتحاد كرة القدم موجود في تلك الفترة، المدرب يصنفوه أي بي. أنا أتذكر قدمت استماره، دربت بالاردن بالامارات كذا، قالوا لي انت راح تترشح للتصنيف اي. نعم، يعني بدون دورات، الدورات اللي عندنا سابقا يعني قيمونا عليها معادلتها يعني عادلوها على ضوء الفرق اللي دربناها يعني. نعم، على ضوء النتائج. فذاك الوقت اكو ناس، استاذ سامر الله يرحمه قال لهم انتم ما تطيحون تصيروا المدربين، رجع للنادي. الان الوضع اختلف. نعم، مثل ما تفضل الدكتور، لان الان صارت مصدر رزق كثير من اللاعبين، ما إلى رزق ما إلى مكان، وحق مشروع لكل إنسان مصدر رزق في الداخل. بالعكس، أنا من وجهة نظري يعني زادت البطالة. أنا أقول لك كرياضيين يتجه للتدريب أحسن أي شغلة. ليش يترشح عن طريق نادي أو يترشح عن طريق عضو اتحاد أو عن طريق اتحاد فرعي؟ المهم هو لاعب فرق شعبية، لاعب بنادي درجة ثانية وثالثة، فالمهم مو هنا المشكلة دكتور. لا، المهم كوتينهو البرازيلي يقول المدرب هو من يتقن المهارات الأساسية للعبة. مو مشكلة لاعب فرق شعبية أو لاعب وعقليته زينة ويؤدي المهارات بشكل صح يتأثرون باللاعبين، لا بأس يدخل الدورات، بس لازم لا على حساب الآخرين. يعني احنا هاي الدورات اللي جابها الاتحاد الأسيوي سي، احنا دخلت سي ب 2010 أنا وحازم جسام. إذا نتفق أنه الدورات التدريبية مؤخرا اللي يعني ألزم الاتحاد الآسيوي أصحابها أنه يجب أن يحملوا شهادة تدريبية من أجل العمل، يعني من الممكن أن تكون إجازة عمل كرخصة. نعم نعم، رخصة عمل، رخصة قالوا أنتم عندكم دورات. نعم، بس الاتحاد الآسيوي
بدأ برخص تدريبية لازم تدخلون سي. والدكتور جمال صالح الله يذكره بالخير بالإمارات بالشارقة ب 2010 دخلنا مجموعة من المدربين أبو حديد وحازم جمال. الأسماء اللي ذكرها كابتن عبد هم مدربين ويعني مدربون لمنتخبات كانوا فعلاً. فلذلك هي الشهادة التدريبية ما تخلق مدرب، ما تخلق، لكن إجازة عمل الآن أصبحت إجازة أو رخصة عمل، لكنه تقول لي تخلق مدرب لا ما تخلق. مثل السائق المدرب عنده صفات، يسوق سيارة بس ما عنده رخصة. صحيح بالضبط. احنا اللي يريد نتوصل له حتى الناس والمشاهدين يتعرفوا على الصور الواضحة بالنسبة للمدرب، كثير من المدربين الآن مثل ما تفضل الدكتور قال فتحنا دي تعتبر أولية. الأولية دي صارت سهلة، أي واحد علاقات جيبه، ماكو اختبار للمدرب، يعني يجي أخذ دي انفتح له الطريق ياخذ سي. لا بالسي هنا راح يعانون، لأن يعني السي بداية الدورات الأسيوية الحقيقية، راح يجي يصطدم أكو شغلات ما مر عليه، قد يكون هو جديد على الشغلة، قد يكون أنا قاعد وياه وداخل دورات أولمبية ودولية ومحلية ومحمد صالح الوحش حاضر لنا في سنة من السنين. يعني عندنا أسس بالتدريب وعندنا مثل ما يقول معلومات تدريبيه من نجي البي والسي، هاي عندنا سهله، بس اكو ناس تعاني من عندها. وبنفس الوقت يعني هنا المحاضرين يفترض واللجنه الفنيه بالاتحاد، انا وجهه نظري طبعا، يجب ان تقيم المدرب، يعني تختار نوعيه المدربين للدورات، لا اختيار عشوائي. بالضبط هذا انا اللي اريد اركز عليه. يمكن واحده من الامور اللي ذكرتها ايضا دكتور انه الداخلين للدورات مهيئين بالتدرج، لكن المشكلة الحقيقية هي اختيار المدربين، المعايير والأسس انفقدت. يعني أبسط شيء أنه ما بين دورة ودورة مدة زمنية، هذه لم تطبق. أبسط شيء السي في لكل مدرب، يجب أن يراعى هذا الأمر عند دخوله في كل دورة، هذا أنت أعرف به أكيد وكنا نعرفه، يعني لأنه أبناء وسط واحد، هذه كلها المعايير لم تطبق. واحدة من الأمور المهمة الآن يمكن كابتن عبد اللطيف أيضا ذكرني بها، مسألة لجنة المنتخبات واللجنة الفنية. لا أكو لجنة، يعني هي لجنة تطوير من ضمن اللجنة الفنية، ما أعرف أنا لوش مثلا اللجنة الفنية مفصولة عن لجنة المنتخبات، هاي واحدة. واثنين ليش أنه عضو اتحاد حسب اللوائح والنظام الداخلي يرأس هذه اللجان؟ المشاكل هذه واحدة من المشاكل اللي تنسيها ومدى تنحل. نعم. وإحنا في اتحاد كرة القدم، وإحنا المعروف سياقات الموجودة في اتحاد كرة القدم لو ترجع من تأسيسها ولحد الآن هي لجنة فنية، وينبثق من عندها أربعة أشخاص يقولونهم أنتم شغلتكم تروحون يشكلوننا يعني كمنتخبات. نعم. من عندها تنبثق كلجنة منتخبات، وإنما مو استقلالية 13 عضو لجنة فنية وعضو 13 عضو لجنة منتخبات، ما ممكن. هي هاي بها حسابات، ترهل، هذا ترهل، هذا مو ترهل، مو بس هذا حسابات وخلط خلط استحقاق انتخابي كابتن. نعم. هذا استحقاق انتخابي ومحسوب حساباته، يعني انت بكثرة وهو ما موجود. نعم. بكثرة هو بالمحافظات. نعم. يعني انت اذا تروح اذا عضو لجنة منتخبات اذا هو مثلا في الشمال او في الجنوب وتحداه مثلا، هو عندك منتخب العراق اللي هسه شارك منتخب الشباب. نعم. اتحدى اذا واحد يعرف اثنين من كل لاعب وين يلعب بيا نادي. نعم. اتحداهم. نعم. لان ما متابعين اللاعبين الدوري. حلو. احنا كلجنه فنيه طبعا بحضورنا وتحليلاتنا نتواجد ونحفظ، يعني اريد من كل هذا 20 نادي اريد مثلا اكو بيهم اثنين ثلاثه يتابعون دوري في لجنه الانتخابات. نعم. اما الباقين ما ممكن اتحدى اقول له هذا 20 فريق طلع لي كل اثنين من نادي اذكر ليهم بالاسم. نعم. حتى اريدك اريد نسحب كلاعبين متميزين، اريد نشكل منتخب اولمبي. هاي واحده من الشغلات ضروري جدا ان يكون ملم وحافظ يعني انتم تطرحون هذا الامر لكنه هذا الطرح. اما موضوع ماكو من يسمع من ينفذ. انا اكثر. نعم. البرنامج ليش هسه يعني ظهرت لجنه المنتخبات واللجنه الفنيه متى تاخذ دورها؟ احنا يعني محرجين بتسمية مدربين المنتخبات كابتن، يعني احنا دا نختار ليش ما تنمزج هذا اللجنة تندمج هاي اللجنتين ونطي رأينا، لان احنا عندنا وجهة نظر فنية. احنا من حقنا نداعي اي واحد يسافر مع الكابتن راضي شنيشل يريد تقرير كمعسكر تدريبي، وهذا من الملاحظات اللي صارت، منتخب راح عسكر باسماء ورجع وبعدين اضفنا اسماء، احنا نريد تقرير حتى نقيم اداء. نعم. بعدين احنا نريد نقيم اداء اللاعبين الموجودين في الدوري، هاي من واجباتنا كلجنة فنية.
احنا مو بس نسمي لجنة منتخبات تسمي مدربين، لازم نتابع لاعبين المشاركين في الدوري بغض النظر عن المستوى الاول كنخبة او درجة اولى، نبقى نتابعهم لان هذا مسؤوليتنا ولازم نسوي عملية تتبعية. اليوم هسه هذا عندك المنتخب ما صعد منتخب الشباب، هل احنا نستبعدهم؟ هل احنا يعني ما حققوا الهدف اللي كنا احنا نتمناه؟ لازم احنا نسوي عملية تتبعية. نعم. هذا الفريق يجب ان نحافظ عليه، نختار في 90% والباقيين اللي هاي مسؤولية الاتحاد واللجان اللي لازم متعلقة بها هذا الامر، لكنه هل سينفذ؟ لا ماكو كابتن موفق، يعني حتى المنتخب عندما يسافر يجب ان يكون نسخة من الامر الاداري وين؟ اللجنة الفنية. نعم. لجنة المسابقات عندما يعني تعقد اجتماع فني قبل البطولة يجب ان تسوي دعوة الما اللجنة الفنية. نعم. لازم انه حضور. نعم. لان احنا عندنا ملاحظات، واحدة من الملاحظات اذا المدرب ما عنده شهادة تدريبية ما يوقف على الفريق في البطولة الدوري، صح هم لجنة مسابقات لكن احنا نقول لهم هذا من حقه يشارك، وهذا توصلنا اسماء المدربين الموجودين. هذا احنا ما عندنا ماكو مد جسور بيناتنا في اتحاد كرة القدم، واحدة من المشاكل هاي، واحدة من المشاكل يعني كل جهة تشتغل بمعزل عن الجهة الأخرى، يعني هي منظومة مسؤولة عن تخطيط كرة القدم وتطوير كرة القدم، كل جهة تعمل بمعزل. احنا ده نتكلم هذا جزء من كل، يعني هاي لجنة من اللجان ورجل عامل صار له سنوات في اتحاد كرة القدم سواء في اللجنة الفنية او بصفات اخرى، يمكن الهم كبير. اليوم ده نناقش مسألة الدورات التدريبية، ايضا واحدة من الامور غياب التصنيف اللي يتكلم عنه دكتور اسعد، المجاملات حاضرة بقوة، التصنيف تصنيف المدربين اذا اجي يعني كتصنيف عالمي، اذا اروح على السي، السي هي مدربين للأطفال وليس فئات عمرية، البي من الممكن أنه تدرب فئات عمرية كذا، والأي هي ممكن تدرب فرق أقل من الممتازة، والبرو اللي هي تسمح لك تدرب أندية ومنتخبات. أكو استثناءات، أكو استثناءات مثلا، يعني أنا ما أريد أشرح يمكن هذا الدور، أريد يعني أنت حضرتك تتكلم عنه، ممكن الاستثناءات اللي عنده شهادة أي يخلوه كمساعد مدرب حتى تحفزه ويطلبون من عنده مدة زمنية حتى يحصل على البرو. عفوا دكتور، طبعا التخبط الإداري. نعم. حقيقة اللي نعيشه من 2003 إلى الآن سبب هاي النتائج كلها. نعم. يعني حتى مستويات الفرق ونتائج منتخباتنا من البراعة، ولا براعة ما عندنا. نعم. من الأشبال لحد الفرق عندنا هساي الرؤية الآسيوية وفريق بس عزيز. نعم. ما إلها ديمومة مستمرة، يعني إحنا ما عندنا دوري براعة، ما عندنا. نعم. مهرجانات. نعم. يفترض دكتور يعني إحنا حتى نطور كرتنا نبدي بهؤلاء الصغار من 6 سنوات إلى 12 سنة، وسبق وأن أنا أكثر من مرة كتبت موضوعات تخص الثقافة الاحترافية وشون نبدي مع الأطفال لحد. نعم. عمر 12 سنة. إحنا هاي مفقودة، الأندية ما ترغب بهاي الأعمار، مدرسة عمو بابا، المركز الواعدين، المركز الوطني، هذا شو يحتاج؟ يحتاج كل الأندية إجباري أفرض عليهم تشكل فريق براعة من 6 إلى 8. نعم. ومن 8 إلى 10 ومن 10. نعم. إلى 12 موجودة هاي بالمحافظات. موجودة. بالمحافظات احنا مهرجان صار مال وزارة الشباب. نعم دكتور، يعني احنا نريدها تريدها تتفعل بشكل صح وتصير مهرجانات ومسابقات. يعني أنا في أحد المرات في عمان سويت فريق مع الصغار، خلص الموسم. نعم. فصارت بطولة الأيام الأولمبية في مسقط. نعم. اشتركوا بها كل السلطنة، جبت دول الصغار اللي يتخافون يصعدون باس. نعم. أنا شرفت عليهم، أنا رئيس وفدهم، أنا مدربهم، وراح نطلعنا رابع على البطولة. هذا اللاعب من يحس يشيل المنافسة، المنافسة نعود للاعب الطفل على روحية المنافسة. نعم. إذا ما يتعود، إحنا لاعبنا إذا دوري ناشئين أو دوري أشبال أو براعم بالموسم كم مباراة يلعب دكتور؟ يعني 50 هم قليلة. قليلة. هاي المراحل العمرية. الوديات حتى جاهزة. إحنا نريد منافسات رسمية، مهرجانات. يعني مثلاً نادي الصناعة أو نادي الجوية كل شهر أو كل شهر تصير مهرجان في نادي. نعم. وكل الفرق تشارك بفريقين من ناديك، مو مشكلة. إحنا نريد أكبر عدد من الصغار حتى يكونون. نعودهم شلون شنو المنافسة وأهمية المنافسة، ننطيه خبرة هو طفل ونعلمه على ثقافات هو قد يكون بعيد عنها. احنا مكملين، يعني طالب يقعد بالمدرسة عمره 6 سنوات يفترض يدخل كرة قدمها من 6 سنوات، نعلمه كرة القدم من 6 جرل 12 براعمنا أشبال ناشئين متقدمين. صح. احنا المشكلة اللي نعاني من عندها المجاملات،
والمحسوبيات نعم. والعلاقات، وهي هاي نتائج كلها ما يعني بعد. دكتور اكو اسماء حقيقه يعني ما حد يعرفها، ما حد يعرفها فعلا. طيب انا كيف اسمح لها بالدخول وهي راح تزاحم الاخرين اللي هم مختصين، ويجي يجوز هذا ياخذ يعني عمل والمختص ما راح ياخذ العمل. كابتن كانت سابقا كنا نقعد يعني اني والكابتن كريم فرحان نعم ومحمود الشيخلي نعم، تجينا سيفيات وتجينا طلبات، المدرب يقدم طلب واحنا نحاول يعني نقول له روح الامين السر هو يحولك على اللجنه الفنيه، وبعدين نحضر الاسماء ونعطي اسبقيه. واكو مدربين مسجلين من 2013 يعني دافعين مبالغ مقابل ثمن مشاركته بالدوره. اللي دا يصير مثلا بعض الشيء اكو بعض الامور تصير من وراك بعد يعني تنضاف يعني شلون من وراك؟ انا والله هذا اللي خلانا نجلس يعني هو هذا تدخل يعني الاخوان بعض اخوان اتحاد كره القدم تدخل في عمل اللجنه الفنيه. يعني الرجل الكابتن مالح واحد من الرائعين جدا، سعد مالح كان عفوا يعني مالح مهدي رائع جدا ومتعاون جدا، لكن يعني يجب ان يكون قوي ويصد الاخوان اعضاء الاتحاد، يجب ان يكون هناك شويه قسوه او طيب لماذا يعني لماذا يعني يكون عضو اتحاد رئيس لجنه؟ الطيبة نعم هذه لجنه فنيه، ليش عضو اتحاد رئيس لجنه؟ ما تنجح اذا انا اقول لك راح ينسد الباب عليك انت اذا تخلي في كل لجنه يعني تختار واحد لاعب منتخب او اكاديمي ما راح تتحقق. اولا كل برامجك راح تتوقف اذا ما يكون عضو اتحاد، لان عضو اتحاد يحضر اجتماع وراح يكمل كل متطلباته من خلال محضر اجتماع الاتحاد، من يحضر ياخذ موافقه. اما انت تبقى خارج منظومه المكتب التنفيذي وتجي كرئيس لجنه وتحقق يعني ما تريده، ما ممكن، مستحيل. وهذا الرد والكلام هذا مستحيل بس عندنا، لا موجوده في كل كيف ذاك اليوم يعني كان لقاء مع رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود تحدث لا. قال روح لكل دول الجوار، كل رؤساء اللجان هم اعضاء اتحاد كره القدم، اعضاء باتحاد كره القدم. انا رايي مع احترامي الرئيس الاتحاد انا اول مره انا رايي يعني كاكاديمي او لاعب منتخب او اي واحد موجود من اخواننا الاساتذه يكون رئيس لجنه، لان يعني حتى يتفاعل، لان يعني هاي موضوع الدورات احنا نريد هسه نتحدث، ما نريد نعبر لا 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 عادي نتحدث موضوع الدورات. نعم الدورات مهمه جدا كابتن، احنا من ناخذ الدوره سي ودنسويهم جروبات ومجاميع ماخذين النظر الاعتبار، وانت حضرت اكثر من دورة. أكيد كل الدورات شفتك حضرت وكنت قريب صح. يعني عن قرب دنسرع مثلا هذا المجموعه مثلا الدوره هم مثلا 24 واحد نسويهم ست مجاميع او خمس مجاميع، دنزرع بياناتهم لاعب منتخب افضل لاعب موجود بنصهم اكاديمي، لان قلت لك اكو فروقات فرديه ولهذا الملك اللي يستوعب. بعدين من ننطي واجب وشفت اكو واحد يتحمل الواجب الباقي ما يقدر يناقش. طيب كابتن دكتور انا بالنسبه لي الان هذا الكلام يعني انا وياك يمكن خارج الاستوديو ايضا متناقشين به ونعرفه، لكن يجي شخص مثلا مع احترامنا طبعا لجميع الشخص ماخذ شهاده تدريبيه اي ولا بي ولا سي مقامه في العراق ويخرج خارج العراق مثلا يعمل بها، هو لا يفقه كره القدم ولا إلى علاقة، المن يلومون؟ طبعا ترجع علينا الكلام، خلاص احنا نتحمل هاي المسؤولية. ولهذا هناك اكو تدخل بموضوع مشاركة المدربين اللي هم يعني ما له اسم موجود في يعني في اسم كرة القدم العراقية، ولهذا احنا نتألم. بعض الشيء اكو لاعبين يعني كانوا يلعبون في منتخبات المدرسية وفرق المدارس والتربيات، هذا من حقه، هو ما اجى باتجاه الانديه وانما جانا من بوابه مثلا المنتخب المدرسي، هذا تستقبله لين هو لاعب نعم. كان سابقا ممكن انت تضيفه في شيء حتى تدخله دوره تدريبيه. اما هذا الموضوع يعني لا يزال احنا نعيشه بألم، لان هناك بعض الشيء التدخل وما ممكن احنا نوصل للنتيجه، وهاي كثره المدربين واليوم حديث الشارع والاعلام يعني يحمل اللجنه الفنيه بهذا الموضوع، وده يصير ضخ اكثر من اللازم، والبطاله كمدربين هذا من يستوعبهم؟ يجب ان يكون هناك ثقافه للانديه والهيئات الاداريه حتى تستوعب، والكل هسه عاطل ويبحث. اليوم اكو طموح مدرب يقول لك بس دخلني سي، نعم دخلنا سي، شو هذا بعد كم يوم جاك يقول اعطوني منتخب،
اريد اشارك ضمن المنتخب. هو هذا اللي يتكلم هذا يعني هذا. واحد يا بنطوني انت بسم الله الرحمن الرحيم احنا جيناك قلنا لك تعال ادخل واحنا دخلناك من الشباك اي دخلناك من الناس انت تعال انتظر يبدا ينافسك ويروح ويتحرك ويروح على ضد اتحاد ويروح لجنه فنيه ويروح نائب رئيس اتحاد حتى في سبيل وفعلا وفعلا نلقاه بعدين واحده من المنتخبات الفئات العمريه. أنا أحكيك حقيقة هذا اللي ده يصير هو هذا اللي ده يصير وأنا أتحمل عن كلامي نعم لا هذا حقيقة هذه حقيقة مو يعني لأنه عضو لجنة فنية والأمر أمامه ويعرفه بالتفاصيل لكنه كنا نعلم أصبح واقع حال واقع حال واقع حال بعدين أكو إذا تسمح لي يعني فضل. أكو محرجين إخوان اتحاد كرة القدم قد يكون ليش متأجين إذا هو مسؤول هو كلها اليوم البلد كابتن اليوم كله محسوبيات وعلاقات أكو حراج يعني يجيك مثلا عضو مجلس محافظه يكلف عضو اتحاد او يكلف رئيس اتحاد او عضو في منظمه او وحده من ما يرد له طلب يعني وحده من التاثيرات وحده يعني هذا الخاطر فلان ماكو خواطر هاي كره قدم هذا تدريب هذا قياده اذا ما يكون موهوب اذا ما يكون عنده اوليات في كره القدم شلون ننهض بواقع كره القدم المتردي ولهذا احنا دائما يعني انا اشاهد المشهد امامي اقول هذا راح يكمل هذا ما راح يكمل هذا راح يوقف في محطه هذا راح يستمر لان هذا اجى من حقيقه وليس اجى من فراغ عبر دخل علينا من الباب مثل ما تحدثت هذا دخل من الشباك يوصل مرحله وبعد ينتهي حقق فد مأرب عنده كان امنيته يحقق شهاده حتى يتحدث بمنطقته يقول انا عندي شهاده تدريبيه. طيب خلينا نشاهد استطلاع وبعدين ارجع لانه اكو معايير حقيقه يجب ان نتحدث عنها. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع. بالنسبة للدورة التدريبية أعتقد مهمة جدا لأن إعداد المدرب يعني أنا أعتقد من أهم الأولويات بالنسبة لأي اتحاد في أي دولة لأن ذا يعد المدرب إعداد محكم طبعا وعلمي ومدروس بنفس الوقت أعتقد سوف يخرج لك مجموعة من اللاعبين ذات الكفاءة العالية. أنا أعتقد تخلفنا فترة زمنية طويلة بحيث انه انا ساتكلم لك انه 2007 انا رحت لندن حتى حصل على شهاده بي. الان الحمد لله انه اغلب الاخوه يعني المدربين يعني اعتقد محظوظين بوجود يعني الدورات التدريبيه بكل اصنافها السي والبي ولا حتى البرو اعتقد يعني ان شاء الله بالمستقبل القريب تكون. لكن اعتقد الشهاده هي ليست كفايه انا اعتقد يجب ان يكون عمل يعني هذه الافكار اللي تتواجد والمعلومات اللي بالدورة التدريبية أنا أعتقد يجب أن تطبق لأن هناك فرق بين النظري والعملي. إذا يبقى المدرب فقط معلق يعني الليسن مالته أو الشهادة أنا أعتقد ما راح تستفيد من عده. بالمناسبة هي جائزة عمل وليست يعني أنه هي تخلق مدرب. أعتقد المدرب يحتاج إلى موهبة يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى تعلم. فأتمنى طبعا على كل المدربين أنه يأخذون فرصتهم وبالتدريج ولا يقفزون يعني مباشرة يقفز إلا لا أعتقد تدرج مهم جدا طبعا. نعرف أنه حق أي واحد أنه يشترك بالدورات التدريبية ولكن نتمنى أن تكون الأحقية لمن هو يعمل في كرة القدم ويريد يوصل المعلومة ويريد وعنده طموح أنه يكون ضمن مصاف المدربين اللي موجودين وهذا حق مشروع عند الكل. فهذا اللي نتمناه من الاخوان ان تكون هناك علميه في هذا المنهاج وتكون اكو سي في موجود لكل المدربين او كل اللاعبين القدامى سي في موجود له عن طريقه تقدر انت تقارن بين المدرب وبين اللي مو مدرب وتنطي احقيه للاحسن. فاحنا بالنسبه للدورات التدريبيه طبعا هي لما تحتويه من خطط حديثة علم تدريب حديث الأخوان المحاضرين بالدورات التدريبية كلهم على مستوى عالي وكلهم معلوماتهم قيمة وكلهم كنا لهم كل الاحترام والتقدير. أنا من الناس يعني استفاديت كل شوية من هذه الدورات يعني بعض الحالات كانت خافية علي بالنسبة للتنظيم بالنسبة إلى العلم التدريبي هذا كله تعلمته من خلال هذه الدورات التدريبية. الدورات التدريبية اللي حصلت في العراق أنا أعتقد هي نقطة إيجابية بحد ذاتها كنا نبحث عنها في السنوات السابقة. نحمد الله ونشكره أنه أغلبية المدربين شاركوا بهذه الدورات سواء كانت سي أو بي أو أي وبروفيشنال بدنا نسمع بها راح تتطبق إن شاء الله بالعراق. لكن النقطة السلبية بوجهة نظري انه هذه الدورات
يجب ان يصار لها قيمه حقيقيه، كونها يعني دورات مطلع عليها من الاتحاد الاسيوي، دورات يطلع عليها الاتحاد، تاتي من الاتحاد الدولي. يعني المفروض هذه الدورات يكون فيها المشاركين من ذوي الاختصاص. تحياتي لجميع المتحدثين. يمكن شاطرون الرأي فيما طرحناه، ويمكن بعض الأمور الأخرى. أنا أتكلم عن المعايير والأسس. من أبسط المعايير أنه امتلاك الشهادة العلمية يعني المشاركين في الدورات التدريبية، امتلاك لغة أخرى غير اللغة اللي يتحدث بها اللغة الأم، هذه كلها مفقودة طبعا. احنا نجي ايضا لفائدة الدورات التدريبية، ليس شرطا ان تكون مدربا وانت تدخل دورة تدريبية، المدرب يختلف عن اللاعب، لكنه انا كمدرب من الضرورة ان امتلك مهارات اللعبة حتى اكون مدرب واكون مقنع لقيادة فريق. بالتأكيد دكتور، المدرب إلى متطلبات، يعني اكو صفات ومواصفات معينة، كاريزما معينة خاصة بالمدرب، دور كقائد، كملم بالثقافة، ثقافة عامة، ثقافة رياضية، ثقافة كروية، بعدين عند اطلاع بعلم النفس، عند اطلاع بكل الأمور وكل الملحقات اللي بالعملية التدريبية، وهي بالنتيجة العملية التدريبية هي تطويرية. نعم. ونعرف ماهية التدريب، يعني كثير من المدربين أنا متأكد نسأله هواي بأمور بالجوانب البدنية مثلاً، بالجوانب الأخرى اللي تخص تكتيك كرة القدم، جزء هو يطبقها لكن علميا ما يعرف، ما يعرفها. ولهذا بالنظري احنا بالدورات يقول لك 30%، نعم، والعملي والبقية 70%. نعم، العملي واقع حال لازم، لأن انت تطبق ويشوفك وتقرأ المباراة وشلون توجه اللاعبين وشلون تصحح العملية الأخطاء اللي تحدث بالتدريب، بس بنفس الوقت انت لازم تكون قائد بالكلام، تتأثرون بكل لاعبين مثل ما تفضلت وتفضل الدكتور. احنا دا نعيش دوامة الآن، لأن إيش واقع يختلف عن واقع كرة القدم اللي كانت تعيش الكرة العراقية، كنا نسمي يوم السعد بالنسبة للكرة العراقية، كنا أسياد آسيا قبل بطولة 2007، لأن كان فرقنا بشكل عام من تلعب، يعني بغض النظر عن شنو زور ما زور ما تخصنا، بس أقول لك كنتائج وكواجهة للعراق كان منتخباتنا بمستوى راقي جدا. الآن بدأ التردي نتيجة العشوائية بالاختيار، نتيجة عدم اختيار النوعية المطلوبة بالتدريب. يعني احنا محتاجين القاعدة الكروية، لازم نحتاج لها خيرة المدربين، نجيب لها مدربين علميين يمتلكون من الثقافة الكروية، يمتلك من الثقافة الغذائية، يمتلك ثقافة نفسية، حتى يعود الطفل على واقع كروي صحيح. اما احنا نجي والله مثل ما تفضلتوا، يجي واحد على المزاج دخلوا دوره مثل ما صارت بي يعني بالاردن، بعد يومين قبل سنتين اروح البي وعلى اساس حاضر بالتغذيه بالدوره ودزوا لي البرنامج التدريبي، واتصل بيهم ما حد يرد علي، قالوا لي يابا انت مسحك الاتحاد العراقي، خلى واحد زيد من الناس ما نجيب اسمه، رجل ما اعرفه يعني حقيقه. ايضا هاي المجاملات هاي، ولهذا هاي تركات ثقيله راح تبقى للجيل القادم، وراح احنا راح نتاذى اكثر. هي ما بني على خطا، فراح نتاثر اكثر. فاللجنه الفنيه يعني الكوادر مثل الدكتور والدكتور كريم فرحان والاخوان الموجودين عناصر متفتحه، عقلياتها اداريه فنيه في ان واحد، بس ما في اليد حيله. نعم. كابتن رمضان الزبيدي يسلم عليكم حقيقه، يقول موضوع المدربين حيوي ومهم، وسبب هذه الفوضى هو غياب المشروع الوطني، واني يعني اتفق معاه تماما، لانه بناء مدرب هو مشروع دوله، مو مشروع كل شيء، هو مشروع دوره يعني، لانه هذا خلي يكون يقينا الدوله هي اللي ترسم السياسه. الان تكلمنا عن فوضى عامه، فوضى بالبلد، لذلك هذه تنسحب علينا، هذه آثارها. يقول الشهادات الآسيوية تعليمية قبل أن تكون تدريبية، والتدريب علم يحتاج للبحث والمتابعة، لهذا يجب أن يكون هناك مشروع واضح المعالم يتضمن الورش التدريبية المستمرة والمعايشات والزيارات الدورية من قبل لجنة التطوير بالاتحاد والاطلاع على مناهج المدربين ووضع المدرب تحت ضغط دائم بالبحث والتطوير. اتفق معاه تماما. واحده من الامور اللي يجب ان تكون راسخه في الاذهان انه
بعد الدورات التدريبية هو الأهم، هو الأهم. هذه يحتاج لها سياسة وتخطيط. يعني أنا حي الكابتن رمضان على الطرح الجميل، وهذا فعلا يعني هذا يصب بمصلحة الكرة العراقية. إحنا عندما نتحدث بهذا الموضوع وكيف نهيئ كوادر تدريبية علينا، إحنا هي ليست فقط 13 يوم وتقول له المدرب روح وانتهت، هي عملية تتبعية. يجب أن يكون المدرب قريب علينا، يحتاجنا إلى ورش أكثر من ورشة، يحتاجنا إلى هناك منشورات تنزل من قبل الاتحاد الآسيوي، ايضا لدينا منشورات حتى يطلع عليها المدرب. وانا اكثر من مناسبه وتحضرت في الدورات كنت اناشد يعني المدربين الموجودين، ليس هي الشهاده وانتهت وانت راح تاخذ الشهاده وراح يعني تركنها او تعلقها بالبيت. بس هو هذا اللي يصير، احنا نريده، هو هذا ما نتمنى. هو اي حتى لو تروح هسه للمجال الاكاديمي، انا اطرح مع الطلاب الدكاتره ولا انا هسه مقترح قدمت للملا عبد الخالق، وكان عندنا ندوه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد. هذا المطروح يعني الموضوع طرح على الجهة المستفيدة كاتحاد كرة القدم، يعني من ديطي موافقة يقول هذا سهل أمره للمدرب أو الطالب الأكاديمي ماجستير دكتوراه دي يسوي البحث مالته ودي يكتبون للأندية، والأندية تتهيئ لعينه ودي يشتغل علينا على هذا الطالب. من يكمل شي يقدم هدية الأطروحة أو رسالة الماجستير لمن يقدمها إلى اتحاد كرة القدم، حتى ما نخلي نشيل حركة منو راح يقراها؟ احنا نريد في منو راح يقراها؟ في كلية التربية الرياضية منو راح يقراها؟ مو احنا بس يقدمها للكلية ونركنت بالكلية، يبقى فقط الطالب الأكاديمي الموجود يداوم ماجستير محيط الكلية، احنا نريده يطلع خارج هذا. ولهذا اقترحت على الملا عبد الخالق كثير من الأطاريح والرسائل حقيقة تصلح لأن تكون مشروع مشروع حقيقة. شوف هذا عمل دؤوب، يعني طالب يصرف له يعني ملايين حتى يريد يسوي له فد برنامج تدريبي، او هناك بطاريات اختبار مثل ما تحدث الكابتن، ماكو مدرب يجي يدخل الدوره التدريبيه فقط على السي في، علينا ان نسوي بطاريه اختبار، هناك اختبارات على ضوها يلا يتم اختيار المدرب يدخل دوره تدريبي. وفعلا كانت موجوده في التسعينات القرن الماضي اتحاد كره القدم كان هذا عنده النهج. اما انت يجيب السي في مالته ويجيب مالته هويه الاحوال وجواز سفر وتعال دخله دوره وياخذ تسلسل شو وقت تجي الدوره القادمه. احنا العام 2017 طبعا عندنا بالمعلومه 66 دوره بين الاي والبي والسي والبدني والحراس المرمى واللياقه البدنيه والشاطئيه والخماسي. يعني دورات كثيره، لكنه المشكله راح يدخلون دورات، يعني اذا نسبه مئويه ممكن 30% راح تستفاد من هذه الدورات. لانه الاغلب غير عامل، مع الاسف الاغلب غير عامل. وعطفا على يعني كلامك، واحده من التعليقات اللي جتني من الاخ اسامه المظفر يقول للاسف اصبحت الشهاده التدريبيه كشهاده الطالب الذي يحصل على البكالوريوس وينتظر امر التعيين وبدون جدوى، ما فائده الحصول على الشهاده والمدرب لا يحصل على فرصة تدريبية؟ ما أكثر الشهادات وما أكثر المدربين. ثانيا المفروض أن الشهادة والتطوير تنعكس على منتخباتنا، يبقى المدرب المحلي محصورا بالضغوط والتدخل ويبقى بحاجة إلى المدرب الأجنبي لأنه أكثر قدرة على تحويل الجانب النظري إلى عملي. وتحياتي دكتور موفق قسائل على ضوهات. تفضل. يعني المدرب لا يفكر من يأخذ شهادة السي والبي والأي، نعم، لا يفكر يدخل على بواب اتحاد كرة القدم يريد منتخب. نعم، احنا الناشد الأندية احنا دا نمنح شهادات تدريبية. نعم. على الأندية ان تهيئ الأجواء. نعم. تهيئ توفر شلون نقول يعني مناصب موجودة او تعين المدربين وتفتح فرق موجودة، لان هم مسؤوليتهم. اما احنا نستوعب هذا العدد الكبير، لنا 4 منتخبات المن تخلي، وكل ده تزعل من تسمي اختيارات، هذا اللي قطع تليفونه، هذا اللي يشيلك من الفيز يزعل عليك، هن 4 منتخبات ووزعهم. هي الدورات التدريبية يمكن آخر دورة تدريبية يعني خارج إطار اتحاد الكرة يمكن المنظمة الدولية السويدية أقامتها بكلية التربية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، اللي حاضر بها يمكن دكتور جمال النمكي المحاضر المصري والمحاضر طارق من الكويت. هذه كانت تختص باللياقة البدنية لكن أيضا شملت على أمور أخرى. واحدة من الأمور المهمة أيضا مسألة الأكاديميات حقيقة والمدربين الموجودين بالأكاديميات وإقامة الدورات التدريبية من خلال هذه الأكاديميات. عفوا دكتور، احنا بحاجة إلى إقامة ورش عمل، وأنا سبق مرة في أحد المرات قلت لك ورشة العمل
من نتائجها المثمره دائما. هي ورشه العمل اهم شيء لانه مختصره ومدتها قليله. يعني هم اختيار المدرب على ضوء ورشات العمل، يعني مدربين المنتخبات عمر التدريب 10 5 15 مو هاي المشكله. اكو عقليات هي قياديه بحد ذاتها ويقرا المباراه، ليش ما اجيبه يدرب منتخب؟ من خلال ورشه يقدم تصير نقاشات الدكتور ومجموعه ونقاش واسع وكل من يطرح يدلو دلوه وافكاره الايجابيه اللي تخدم الكره العراقيه والمنتخبات، وبذاك الوقت اللجان واوحد المناهج التدريبيه حتى يصير تطوير اكثر، يعني اتابع الانديه. المفروض كل الفئات العمريه تعمل على منهاج تدريبي موحد. هو هذا المفقود، هذا. كل مدرب يغني على ليلى كيفه، والمشكله ما عنده منهج، ما عنده منهج، يجيب دفتر ولا قلم ولا ورق. بدا يربط الباحه شنطه واليوم الشنطي. نعم الدوره التدريبيه، انا اقول الدوره التدريبيه الان يعني من خلال دخولنا ومعايشاتنا للدورات التدريبيه، يعني المدرب المفروض صار ياكد على جوانب التغذيه، الطب الرياضي، الاعلام، علم النفس، هذه الامور حقيقه، علم النفس، هذه الامور يمكن المدرب سابقا ممكن يتعامل وياها بسطحيه لكنه ما يتعامل وياها علميا. بس من يدخل بالدوره التدريبيه بيشوفها يعني فعلا حقيقيه موجوده، شلون يتعامل ويا اداره النادي، المنتخب، يعني هم حتى لاعبين المنتخبات من دخلوا الدورات يعني يقول كنا احنا ظالمين مدربينا من كنا نتعامل، نشوفهم يتعاملون هسه احنا يعني دخلنا بالعمليه التدريبيه وفعلا احنا كنا ظالمينهم، قد يكون بعضنا احنا المدربين يعني اللاعبين نسوي جروبات على المدرب يعني نطرح بعض الشيء، صح، عندنا وجهات نظر بس ما نريد نوصل هي، نعم، وماخذين بخاطرنا على المدرب. من دخلنا بالتدريب شفنا الامور غير شكل، صح، يعني محق اي مدرب كان يعمل محق، صح، ولهذا الدورات التدريبيه يعني هي نضوج للمدرب حتى يدخل ويتعرف على اليه العمل كيف يتعامل مع ادواته. طيب راح نطلع باستطلاع اخر ايضا يتعلق بالموضوع وبعدها نكمل الحوار. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع هذا الاستطلاع. انه يصير الاختيارات للمدربين حسب مقاييس، يعني مو اي مدرب يقول انا اجي ادخل يدفع فلوس يدخل، هي صارت تقريبا غرضها ما ادري يمكن يكون غرض مادي او استفاده ماديه من وراء مشاركه المدربين. تقريبا ضاعت الشيء اللي نرجوه من الدورات، واكبر دليل اكثر اشتركوا دورات واجتازوا الدورات بنجاح هم ما عندهم فرق، يعني بقوا من ضمن زادوا من جيش البطاله للمدربين، وهذا ما نتمناه الحقيقه. نتمنى المدرب من يدخل بدوره يستفاد من كل دقيقه من عندها، حتما حتما اكو شيء راح يسمعه هو ما موجود عنده، فهي هذه استفاده من الدورات التدريبيه. او نهائيا جاي مستجد دوره السي او دورات ابتدائيه قبل السي هي الاستفاده الاوليه، وبعدين المدرب يتدرج بهاي الدورات حتى تكمل كل واحد استفاده وممكن يصير مدرب. هنالك معايير وهنالك اسس طبقت من خلال الاخوه في الاتحاد العراقي لكره القدم، لكن بالمقابل هنالك مجاملات كبيره، يعني هنالك ظلم لبعض من المدربين وهنالك ايضا ممكن اجحاف بحق المدربين الاخرين، عدم دخولهم بهذه الدورات. احنا الان يمكن من خلال هذه المدرسه كثير من نجوم المنتخبات الوطنيه العراقيه السابقين لم يدخلوا مشاهد في الدورات التدريبيه، دخلت ناس يمكن ما لها صله حتى في عالم كره القدم، وهذا حقيقه يمكن نقطه ضعف تحسب على الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم، اللي نتمناه حقيقه من خلال متابعتنا لهذه الدورات انه نرتقي بيها، نرتقي بها، احنا مو مجرد ناخذ شهاده ونخليها بالبيت، لكن نرتقي بالعمل، يعني كثير من الاسماء حقيقه المعنيين بالرياضه كاعلاميين وكصحفيين وكمتابعين للحدث الرياضي ما يعرفون حتى الاسماء. الدورات التدريبيه لها معايير ولها اسس في الدخول والترشيح للدوره التدريبيه ولها سيستم خاص تبع الاتحاد الاسيوي وتعليمات بالاتحاد العراقي. جاي نشوف احنا زياده عدد الدورات وزياده الشهادات التدريبيه، لكن المشكله وين؟ انه بعض المدربين قاعد يعانون انه بعض الشهادات التدريبيه وبعد ما يكمل الشهاده التدريبيه يلقى نفسه ما عنده عمل، يجب ان يكون هناك اهتمام بهذه الفئات، الانديه يجب ان تهتم بالمدربين صاحبي الشهادات، اثنين يجب ان يكون هناك تصنيف للمدربين على اساس الانديه تختار المدربين وفق المعايير، السبب انه الشهاده هي كاجازه بس ما تكون كافيه بصراحه، لانه المدرب يجب ان يبحث عن المعلومه الجديده دائما، لان هاي الشهاده اللي تمنحها العمل ما تمنحها التطوير، والهاي التطوير هو يبحث عن المدرب بالدورات والمعايشات التدريبيه.
أيضا تحياتنا للكابتن داود العزاوي، كابتن أحمد وزميلنا ثائر الموسوي. أيضا جزء من الحديث تعلق بالشهادة كإجازة عمل وتصنيف المدربين. عموما كثير من الأمور تطرح الآن أنه الشهادات الآن اللي دا يستلموها المدربين قسم كبير من عدها يعني ما يستحقوها أصحابها، يعني مجرد أنه دخل الدورة بعلاقات بكذا أخذ الشهادة. هي دائما الشهادة احنا قلنا سلاح، هو لا أنا أوكي سلاح يعني، لكنه أنا أخذه وأنا شلون أجسده يعني، مو قضية تجسيد، أنا مو قصدي هذا، قصدي أنه البعض حقيقة لا يجتاز الدورة أخذ إلا يعني بأساليب أخذها بأي طريقة. إحنا الآن نفكر شلون اللجنة الفنية، طبعاً الإخوان في اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات وكل الناس المعنيين شلون يبدون يستفيدون من الأخطاء في الفترة الماضية حتى نجي نبدأ بالجديد. أكو يعني أنت تطرح فكر والدكتور وآني والأستاذ داود. والله أنا متأكد مشخصيها ويحاولون يتجاوزوها لكنه ما يستطيعون. ما يستطيعون لا حول ولا قوة. نعم. نعم. لأن أنا قلت وأبقى أقول لأن الواقع السياسي اللي نعيشه مؤثر على كل جوانب الحياة منها كرة القدم، وسبق وأنا قلتها وأرد أقولها، لأن هذا الوضع محاصصة ومجموعات وهذا إلي وذاك هذا من حصتي، هاي الشغلة بالرياضة كلها تصير بس بالرياضة لازم خط احمر دخلت وصارت بدت. صارت قويه جدا. نعم. نعم. واكو ناس انا سامعها واسمعها، انا ما متواجد بالعراق بشكل. نعم. بس اقول لك اياها واسمعها، اكو ناس يخابرون بالتليفون يريد هذا يلعب ويريد هذا يكون بالجهاز الفني اللي أكيد. سمعتها اكيد ويعني هاي الشغله الى متى شلون يعني. انا اتوقع يعني مأساة كرة القدم العراقية ترى من خلال التخبط الإداري. نعم. أما كلاعبين كفنيين كإداريين فنيين ما شاء الله موجودين، كفاءات موجودة، أكاديميين وغير أكاديميين. يعني الأكاديميين إحنا شو وقت نستفيد منه؟ نقعد أنا من يجي دكتور أسعد لازم يقعد يقول اليوم أكو محاضرة أو مناظرة أو ندوة، كيف أروح ويدعي باسمه أو باسم اللجنة الفنية كل المدربين تعال يسمع من عندنا مشاكلكم أموركم، شو تعلمتوا شفتوا شو تابعتوا، اريد بحوث اريد دراسات حتى نطور كرتنا. نعم. لان ما تبقى والله فلان وعلان هاي الشغله احنا يعني راح تأذينا. وبعدين المدربين اصبحوا بكثره، يعني الشهاده اصبحت شغله سهله جدا مثل ما تفضلنا تفضلتوا انتوا وكل الاخوان اللي تفضلوا الشهاده. نعم. اصبحت تاخذها باي شكل من الاشكال، بس مو المشكله بالشهاده، المشكله بشخصيه المدرب، الدور القيادي، ثقافته، بجانب التربوي اللي يؤدي. والمشكلة إذا نتحدث الآن بالتفاصيل ترى ما نخلص حديث، ما يخلص، ما نخلص حديث، لأنه كل جزئية يحتاج لها إسهاب. دكتور، اللجنة الفنية واحدة من الأمور المهمة يعني بالتعاون مع اتحاد الكرة يجب أن تهيئ معايشات للمدربين، هاي ضرورية جدا. يعني واحدة من المقترحات اللي أنا يعني قدمتها يعني بداية شغلنا كلجنة فنية. نعم. أنا أتمنى تكون يعني كل نادي يعني نرسل له مثلا واحد من مدربي حراس المرمى وواحد من المدربين المتميزين في الدورات. نعم. هذا يجعل أن هناك يجب أن تكون هناك ثقافة لدى المدرب النادي أن يتقبل هذا المدرب اللي جاي يتعايش معه. يجب أن تكون هناك في صدر رحب ويتحمل بهذا المدرب ويكون قريب عليه، لأن هذا راح يعني نبعثه في فترة الإعداد العام. نعم. أو إحنا نبعثه في فترة يعني فترة المنافسات خلي يكون قريب عليه. نعم. أو فترة يعني بالإعداد الخاص حتى يكون قريب على المدرب، حتى في سبيل إحنا هنحقق فشي هذا المدرب خلص دورة تدريبية خلي يروح يكون قريب على مدرب، وخاصة اليوم إحنا عندنا 20 فريق و20 فريق في الدوري الممتاز وعندنا بالأربعين 50 فريق درجة أولى، ذولا كلهم نبعثهم راح نخفف علينا، وبعدين يبقى المدرب ياخذ معلومات ويتعايش وحيتعرف على المنهج التدريبي وكيف يوظف هذا المنهج وكيف يتعامل مع أدواته. وهناك أكو لاعبين مستويات، أكو رؤوس كبيرة وأكو وسط أكو هذا أكو متنفذين كيف يتعامل ياهم، والتدريب هو قيادة بشكل عام. دكتور وكابتن عبد اللطيف، يمكن يعني الدليل على فائدة الدورات التدريبية بالتأكيد يعني من عندما نستعين بمحاضرين من خارج العراق بالتأكيد أنه هذا يدل على أنه ما عندنا الآن
بدوا بعض يعني المدربين يكونون محاضرين بتوصية من المحاضرين اللي جايين من البلاد القريبة. إذا سألنا يعني كم محاضر عندنا خرج إلى خارج العراق وأعطى محاضرات؟ لا شيء. شوف إحنا محاضرين فجر أخذ شهادة الأي من عندنا، ومنه كان المحاضر؟ يعني المحاضرين كان شامل كامل وغيرهم صح. المحاضرين وقاسم لزام كان مطي محاضر، يعني إجا هو صار عنده محاضر آسيوي، ودكتور قاسم لزام يعني عنده دورات ومشارك و ولا يزال في يعني انت اذا تحسب مدربين هسه اللي عندنا يعني كابتن انور ورحيم واثير عصام والدكتور كاظم الربيعي هم ذول المجموعه دكتور قاسم يمكن ودكتور كريم وحضرتك يمكن وكابتن حميد ذول المحاضرين اللي موجودين. واكو قسم يعني محاضر الان محاضر يعني مو مساعد محاضر وقسم مساعد نعم. محاضر. الحديث طويل لكن الوقت انتهى، كنت اتمنى ايضا الوقت اكثر لكنه الحمد لله يعني بعض الامور نوهنا عنها. وتحيات من الكابتن عبد العظيم مدير المنظمه السويديه الدوليه لحضراتكم. عموما شكرا جزيلا دكتور. انا اشكرك استاذ. شكرا جزيلا كابتن. شكرا دكتور. ايضا الشكر موصول لكل من شاهدنا وتابعنا في حلقه هذا اليوم، ملتقانا وياكم يوم الغد ان شاء الله في نفس التوقيت. حتى ذلك الحين نلقاكم على خير.